in 1 minute. مساء الخير جميعا، صوت واضح معي. رحب فيكم اول شيء وشكرا للجنة المنظمة اللي دعتني لهيك محاضرة. أنا بعد حالي رغم إني بعتقد في الغالبية من الموجودين هم في القطاع الطبي، لكن بعد حالي عم بحكي بشيء بالهاير إدوكيشن. بملاحظة بسيطة، المحاضرة الأولى كانت عن تعليم الأقران، كانت عم تحكي عن تطبيقها في المجال الطبي، لكن ممكن تتطبق في أي مجال، ممكن آخذها في مجال البزنس على سبيل المثال. محاضرة ثانية تفضل فيها الدكتور بيان عن وضع الشرائح، كمان ممكن تطبق في أي مجال، ممكن تكون مجال بزنس، ممكن مجال طبي، لكن خصوصية التشريح ربما أنه كان بده رسومات أعقد وشيء أوضح. فكمان أنا حأحكي في مجال الهاير إدوكيشن، حأحكي هاو تو بي بروفيسور، هاو تو بي ميبي سكسسفول، خلينا نقول تكون بروفيسور ناجح، لأنه ممكن أي واحد بهذا الحال أخذ الدكتوراه هو بروفيسور أو ليكشر، لكن خلينا نقول نشوف كيف نكون ناجحين أكثر. الملخص عرض السلايدات، كيف بتصير دكتور ناجح او استاذ جامعي ناجح في سوريا، او كيف حتوصل لهي المرحله، شو هي المهام، ما هي المهام التي يقوم بها المدرس الجامعي استاذ الجامعه. انتوا اكيد بتعرفوا كثير من المهام هي، بتعيش يوم يوم يوم، لكن في مهام انتوا ما بتعرفوها راح تكون لازم كمان نلقي الضوء عليها. الكواليتيز للاستاذ الناجح، يعني الخصائص لازم تتوافر بالاستاذ الجامعي الناجح اللي حابب منكم بكره يصير استاذ جامعه، لازم يفكر بهاي الخصائص، هل هي متوافره عنده ولا لا؟ هاو تو بروجريس، كيف حتتطور اكاديميا؟ شو بتوقع منك الطلاب شو بتوقعوا منك؟ الجامعه شو بتوقع منك؟ المجتمع توقعاته منك شو هي؟ بروس اند كونس، شو هي المزايا والمساوئ اللي حتترافق مع كونك استاذ جامعي؟ اكيد مو كل المهن كل الجوانب فيها ممتعة وجيدة، في بعض النقاط ربما تكون ممتعة وما تكون سيئة، بالعكس تايم كونسيومينغ بالنسبة لك. فسؤالي أولا، أما حابين تكونوا أساتذة جامعيين؟ ما حابين؟ في ناس حابين يكونوا أساتذة جامعيين. طبعا أنا بعتقد هم عم يعرفوا الجانب الجيد أو بيعرفوا الجانب المضيء المشرف من كونة أستاذ جامعي، لكن ما بيعرفوا الجانب الثاني. طيب، وورد أوف أدفايس، بعض النصائح اللي نحن ننصح فيها زملائنا في المستقبل اللي حابين يكونوا اساتذه جامعيين، شو لازم تساووا؟ ولما توصل وتصير استاذ جامعي ناجح، يا ريت تتذكر بعض النقاط اللي حقول لك عليها. يا ريت تتذكرها. طيب، طريقه الوصول ل او تصبح استاذ جامعي في سوريا، في عنا عده طرق طبعا، لكن الطريق النظامي او في خط عسكري. خلينا نحكي على الطريق النظامي، انه انت تدرس بجد كثير، وهذا معناه انت تدرس ليل نهار، لانه طريقه التقييم عندنا في سوريا بتعتمد كثير على الحفظ والبصم، وما تترك الكتاب وتدرس المحاضرات، وما بتحس انه هي اوت ديتد قدام الشيء الموجود، تطلع بعلامات ممتازه، لازم تكون الاول، ما بكفي تطلع بعلامات ممتازه، لازم تكون الاول على الدفعه او بالاختصاص، بعدين تكون لك المؤسسه التعليميه، بتكون بجامعه دمشق بتصير معيد اذا طلب القسم انك تكمل تاخذ دراسات كمل دراساتك العليا، وبالتالي حتكون تلقائيا استاذ جامعي. هذا جزئيا هو المنهج اللي انا اتبعته شخصيا لحتى اكون استاذ جامعي. هذا المنهج ربما يعتقد اذا بتقدر تكون انت الاول فهو المنهج الاسهل. اما اذا ما بتقدر تكون انت الاول فحتروح على الطريق الصعب. الطريق الصعب خلينا نحكي، الطريق الصعب انك انت بتدرس لكن وانت عم تستمتع. يعني تدرس شوي، تعمل شوية أنشطة اجتماعية، تعمل ديجيتال سكيلز، تعمل أي مهارات إضافية، كلها مهمة. لكن وجهة نظر النظام التعليمي الموجود إحنا فيه، لا لازم تكون أنت من التوب رقم واحد. لما تعمل هيك وتكمل الدراسة العليا، الماجستير، بعدين تكمل الدكتوراه، يعلن عن الحاجة لأعضاء هيئة إدريسية للتعيين في اختصاصات مختلفة في جامعات مصرية، وقتها أنت تعمل ابلكيشن تقدم، اذا فزت بالمسابقه فانت اذا مؤهل تصبح استاذ جامعي في جامعه سوريا. طريقين متاحين قدامك، طريق اول والطريق الثاني. السيء اذا انت تبذل جهدك تكون انت الاول ما تطلع الاول، فبتروح اجباري على الطريق الثاني، فتكون ما ضيعت على حالك فتره المتعه والاستمتاع وتعبت ورحت على الطريق الثاني، لكن هذا ما حد بيعرفه، انت بتبذل جهدك والباقي توفيق على رب العالمين. إذا هاي الطريقين ممكن خلينا نقسم. ضمن الطريق الثاني
ترجع الطريق الثاني. ضمن الطريق الثاني انت ممكن تعمل قفز بعض الخطوات، ممكن تقدم على منح دراسيه في مجال معين، انت عم تدرس مثلا طب تعمل ماجستير تاثير ادويه، دكتوراه تاثير ادويه او ادويه، فهون ممكن انت تقصر بعض السنوات لانه الدراسه عندنا بسوريا بتعرف تاخذ وقت طويل، ماجستير 4-5 سنين، دكتوراه 4-5 سنين، بدك 10 سنين تلاقي غيرك ترجع معه دكتوراه من دوله متقدمه وانت لساتك تناضل في سبيل الحصول على درجه الدكتوراه. طيب هاي الطريقين بشكل مختصر. الشيء اللي بدي احكي لكم اياه ابتعد عن حديث باللغه العربيه، اسمح لي دكتور ريان، انه في صعوبه كونك استاذ جامعي هي الصعوبه اللي تكون بجمعك بين عده مهارات. يعني انت اذا رحت حضرت اي دوره بالتنميه البشريه او شفت طلاب اللي بيروحوا على بكالوريا اول سنه بيقول لك انتبه، انت الذكاء انواع، في ذكاء نوع اول، نوع ثاني، ثالث، رابع، في ناس بتحب العمل يدوي اكثر، في ناس بتحب التفكير اكثر، فبالتالي انت اختار المهنه اللي بتناسب طبيعتك. المشكله بالاستاذ الجامعي انه لازم يجمع بين عده مهارات، واحيانا المهارات هي انا بشوف من الصعب انه تتوفر نفس الوقت في الشخص الواحد. اذا حدا منكم قدم امتحان الايلتس مثلا 4 كومبوننتس، معي انت لازم تجيب لحتى تختص ذكر طبيب 7 اتش كومبوننت، هي مو سهله، يعني ما لك 9 مستحيل تجيب 9 اتش كومبوننت، لكن 7 اتش كومبوننت كمان مو سهله، يعني تكون بالريدنج 7، بالرايتنج 7، بالليستنج 7، بالسبيكنج 7، فيها صعوبه حتى تصير عليها. لحتى تكون انت او تعرف شو المهام اللي قوم فيها الاستاذ الجامعي لحتى تقدر تقدر شو هي صعوبه الموقف. طبعا انا ما بحكي عن استاذ جامعي في جامعه بتعتمد على التعليم فقط او التدريس فقط، لانه هون ركزنا على التدريس مثل ما حكوا زملائي، لكن نحن هون عم نحكي عن جامعه تقوم فيها بعده مهمات. اول مهمه تعمل امور اداريه، ممكن تكون رئيس قسم، ممكن تكون رئيس قسم دراسات عليا، ممكن تكون عضو مجلس كليه، عضو مجلس جامعه، فهذا تايم كونسيومينغ بياخذ وقت كبير وما ببين، الطالب ما بيعرف هو الدكتور ليش عم يجيب لنا اسئله صعبه او عم ينسى، قال لنا هذا قسم محذوف جابه بالامتحان، ليش عمل هيك؟ هو يعني هذا وحده، يعني جزء كثير بسيط من المهام اللي بيكون فيها الدكتور. Something exams، وضع الاسئله. وضع الاسئله هذا جانب بيعاني منه طلابنا احيانا. الاسئله بتكون صعبه اكثر كثير من صعوبه الماده، احيانا بتكون سهله كثير. طيب هي كمان سكيلز، لازم تعرف كيف توضع الاسئله بالامتحان. النقطة الثالثة هي التيتشينج اللي هو التدريس، اللي هي كثير عم ياخذ أهمية، لأنه احنا الحقيقة جامعاتنا جامعات تعتمد على التدريس أكثر. المهارات التدريسية طبعاً هون بيجي مهارات الإلقاء والديجيتال سكيلز والاستخدام شرائع عام محترمة، الفيديوز وغيرها. بعدين بيجي الريسيرش، هذا ما كثير بنحكي عنه، إنه أنت تكون باحث، والباحث مو مسألة سهلة. لما تحكي عن تيتشينج واحد عنده مهارات إنه يعمل برزنتيشن كويس، يصمم لك بوربوينت ظريف، بينما تيجي على ريسيرش بدك واحد يقعد ساعات طويلة عم يقرأ مقالات، تركيز، هدوء، فهون في تعارض أحيانا بين المهارات، أنت لا تجمع بين المهارتين سوا، تيتشينج والريسيرش. المهارة اللي احنا ما كثير بنحكي فيها وما بنهتم فيها اللي هي جراند كابتشرينج، اللي هو القدرة على أنك تجيب مصاري. إذا كان دكتور عمار مهندس بده يجيب أفكار، بده يبيع الأفكار بالسوق، بده يجيب مصاري له للجامعة. إذا كان بروجكت مانجمنت حكى الأستاذ أحمد، لازم تكون بروجكت مانجر، مو مهمة بس انك انت تعمل محاضرة، انت مهمة انك تجيب مصاري للجامعة، ممكن تكتب مشروع الاتحاد الاوروبي يربح المشروع تجيب مصاري للجامعة، انت بلد قدرات بالبلد. الجامعات الاوروبية والامريكية بتفضل اللي بجيب لها المصاري من اللي عم يدفع لها مصاري، لما انت بتجيب مصاري للجامعة انت جبت لها مصاري. لما انت عم تشتغل بالجامعة هم عم يدفعوا لك مصاري. فبالتالي ما بيتعين عندهم واحد يقول انا عندي قدرات اني اجيب كذا، جبت تاريخ الهستوري تبعيتي جبت 10 مشاريع. فمعناتها هذا الشخص اللي جبته بجيب مصاري للجامعة، عنده مشروع، عنده مخبر، وعنده تجارب، ممكن يقدم على الـ NHS بإنجلترا يجيب مصاري حتى يمول هاي الأبحاث، هذا أحسن ما هم يدفعوا له. فبالتالي هذا للأسف ما موجود عندنا جراند كابتشينج أو جراند كابتشينج كما يجب، وما عم تعطى أولوية لا بالترفيع ولا بتقييم الأستاذ عدا عن الريسيرش اللي هو كمان نفس المشكلة. طبعا بيجي بينهم هذول كلهم بيجي مسألة كثير هامة اللي هي الإشراف على طلاب الماجستير والدكتوراه ومشاريع التخرج، وهذا كمان هم إضافي ومسؤولية إضافية على الأستاذ، مو متطلبات ترفيه طبعا حنحكي عنها، لكن هذا هم إضافي. هذه المهارات المختلفة هي اللي بتجعل وظيفة الأستاذ الجامعي وظيفة صعبة نسبيا، تجمع بين تكون توب فيهم كلهم، أنا بشوف يمكن تكون مستحيل، لكن أنت ممكن تكون 7 الإنش بارت يعني إنش كومبوننت، هذا بكون كثير منيح إذا أنا أوصل لهي النقطة. طيب
اذا اخذنا بدايه مساله التيتشينج، التيتشينج مساله كثير كثير مهمه، وهي المساله اللي بقيمنا الطلاب على اساسها. ما هيك احنا كل يوم في محاضرات درسيه، بتلاقي محاضرات درسيه ما فيها غير 5 طلاب، بتلاقي محاضرات مليانه بالدرجه. بالتالي انا لازم اعرف شو الاسباب اللي خلت قارئ يفضل يحضر على اساتذه ما يفضل يحضر على اساتذه ثانيه. انا لازم اعرف خاطب الطلاب بشكل مناسب. طبعا اذا كنا بمحاضرات درسيه فطبيعي انا طلاب السنه الثالثه هم طلاب السنه الثالثه، فبالتالي انا بعرف شو كيف بدي احكي معهم، اخذين المقرر هذا قبل، فاكيد ما عندي مشكله بالتعامل معهم. لكن طريقه التدريس اللي حكى عنها تعليم الاقراء الدكتور بيان كثير مهمه. حنحكي انه في طريقه تدريس كثير حديث هلا اكيد زملائها عالين فيها، هاي طريقه التدريس بتخلي انجيجمنت احسن اعلى، حتى هيك التدريب لازم يتدرب عليها كل واحد منا، ما يفترض حاله صار بروف خلص ما عاد عنده مشكله فيها. التيتشنج كثير مهم، ممكن يكون استاذ ظريف وعارضه منيح وممتاز، لكن ما فقد الكونتاكت مع الجمهور، هو عم ينجح لحاله، لكن اذا كان حافظ على هذا الكونتاكت هو مثل جوقه الموسيقيه اللي كنا عم يرسموا مع بعض، كنا عم يلحن مع بعض. ممكن كواليتيز للتيتشنج، اذا حدا بحس حاله في بعض الصفات هاي ما موجوده عنده فهو يعني بده يفكر اكثر من مره قبل ما يكون استاذ جامعه. السيلف كونفيدنس اللي هو يكون واثق من نفسه، طبعا السيلف كونفيدنس ما بيجي من هيك انا حابب كل يوم واثق من نفسي فانا اليوم واثق من نفسي، لا بيجي من التحضير الجيد، كل ما كنت عم اقرا اكثر حضرت لمحاضرتي وهذا جهد طبعا بياخذه. هون عم اقول لك انا مو كثير ظريفه مانة الاستاذ جامعي بعد تجربه، لانه هذا معناته بتحضر له كل محاضره، معناته اذا كان محاضره ساعه بتحضر لها ساعه ونص او ساعتين، او بتحول لمدرسه ثانويه عم نعيد فيها نفس المناهج سنه ورا سنه. انجيجينج لازم تقدر تجذب الطلاب، هون بيجي اهميه الشيء اللي حكيه شوي ثاني اللي هو اسلوب التدريس اللي بدرسه الطلاب. اورجنايز بتعطي افكار مرتبه، كوميونيكيت ويل خاطب بشكل واضح وبشكل سلس مع استخدام اساليب التعبير المناسبه، تكون متحمس للشيء اللي انت عم تعطيه. في كثير اكيد منكم حضر محاضرات كانوا الاساتذه مالين، ما هيك؟ اجى على المحاضره استاذ مالك رجل ورا رجل لقدام وطلع هيك ما لقى غير طالب او طالبين، قال له خلص روح خبر رفقاتك انه هي المحاضره تنعاد بكره وما في داعي للمحاضره. فهذا كمان مساله كثير مهمه. ديجيتال فت يعني هو الشيء اللي حكى عنه الدكتور بيان، ديجيتال فتنس يعني هو يكون انت بتكون من الناحيه لائق من الناحيه الرقميه، يعني انت قادر على السيطره على الوسائل اساليب السوشيال ميديا او عرض الباور بوينت او غيرها، تكون قادر على السيطره عليها كلياتها. الاونستي كثير مهمه، لما اجي انا بمحاضره بقول للطلاب هذا جزء محذوف، بعدين يجي الطلاب طالب بيلاقي 5 اسئله منه بالامتحان، فهذا ما في اونستي، يفقد العلاقه مع الاستاذ مع الطالب، ما هيك؟ فهون هذا الاونستي كثير مهمه. طبعا الاونستي ما بتوقف هون، بتوقف بيجي كمان على مسائل البحث العلمي، لما ما بوثق مصادري بالبحث العلمي فهي ما بكون انا اونستي، ما هيك؟ لما باخذ شغل غيري باخذ شغل طالبي ماجستير وبعطوه انا على اساس انه هو شغلي انا، فهذا كله هذا ما اونستي، هذا كله جزء من المنظومه المتكامله. فريندلي، انا متاكد انه انتم لو ما كان دكتور بيان كثير ظريف وكثير فريندلي معكم ما كان له الشعبيه اللي هو عليها، ما هيك؟ لازم يكون واحد فريندلي والا بيخسر علاقته مع الطالب. اذا كان واحد ارجنت يعني فهون ما في كونتاكت مع هذا الشخص، ما بتقدر تتعامل، ما بقدر اتقبله لحتى يتعامل معه. فن كثير ظريف، يكون احيانا يمزح، انا بحس احيانا لما اكون جدي مع الطلاب يمزح بس بحب يضحك، ليش؟ لانه هم متعودين على طبيعه جديه للاستاذ، تمام؟ فهون كمان فن يكون كثير ظريف طبعا في موضعه المناسب. استراتيجيز ممكن نستخدم الشيء الموجود بالطب اللي هو بروبلم بيست ليرنينج، هذا منتشر في العلوم الاخرى اللي منها البزنس. اخذ حاله واطلب من الطلاب يحضروا لهي الحاله ونناقش مع بعض فيهم نختار الحل الامثل لها. طبعا اشتقتها العلوم الاجتماعيه من الطب وصاروا ياخذوا مثلا نفترض قدامنا عمله تركيه، ليش عم تنهار هلا العمله التركيه؟ شو الاساليب الممكن لعلاج هاي المشكله؟ ممكن اعرضها لاي بلد؟ وضع اقتصادي للدوله؟ هذا مثل ما بجيب مريض وتشوف انا بعطيك الاعراض تبعه رح اعطيني تشخيص الحاله. ستودنت سنتر انستراكشن، ما نكون نحن نتبع نظام الالقاء، اذا انا بدي القي محاضره وما اخذ فيدباك من اللي قدامي هذا مساله كثير خطيره، حتى هلا اذا بتحبوا على المستوى العالمي لك هذا ربما يكون احد اسباب التطرف، لانه انا بحكي شيء بس ما بعرف شو عم يفكر الطرف اللي قدامي،
لما بكون عامل انجيجمنت فانا عم احكي شيء عم اخذ فيدباك فانا بعرف شو عم يفكر الطرف الثاني، ما عم عايش انا بعالم ثاني مختلف عن العالم اللي عايش فيه. الكتب كومبتنسي بيست انستراكشن انه قبل ما اعطي المحاضره افكر انا شو الطالب بده يكون معه مهارات او قدرات بعد ما خلص من المحاضره، اعطيه شيء بقدر اوصل له. مثلا بدي اعلمه كيف يكتب تحليل لتوصيف لتحليل مخبري، فانا هذا ببني على اساس علمته 1 2 3 4 هيك بكون، فبيطلع من المحاضره قادر على كتابه تشخيص المخبري الصحيح المناسب. هون بيجي الريسيرش بيست ليرنينج، هذا كثير مهم. هون بدي اربط ما بين الريسيرش وكل شيء. كيف بده يعطيك استاذك الجامعي احدث المعلومات اذا هو ما عم يطلع على احدث المعلومات؟ ما بحسن. العكس، انت هون بتحرج لما بتلاقي تلميذك طالب قاعد قدامك عم يقول لك على معلومه انت ما لك خبر فيها. فهون مشكله. هون بيجي صعوبه المهنه اللي نحن عم نشتغل فيها وانتم مفكرين تشتغلوا، انت لازم دائما تتابع. نحن مو موظفين دوله اللي بتنتهي الدوام 8 يخلص 8 يبلش 8 يخلص 3 انتهى الموضوع راح على البيت بعمل بدي اياه، لا مو هيك. بترجع على البيت بتقرا بتحضر حالك للمحاضره الجاي وتقرا احدث شيء عم يصير لحتى ما تحرج قدام، مو حدا بيحرج، وانت يعني كونفيدنت من الشيء اللي عم تحكيه. ما تحكي شيء ويطلع بعدين تغير البروتوكول كلياته. فانا لازم يعني اعرف شو صاير على ارض الواقع. طيب نجي على الريسيرش، هذا يعني احد النقاط كثير مهمه والخصائص كثير مهمه والوظائف كثير مهمه اللي بيكون فيها الاستاذ، في انه يعمل ريسيرش. عندنا النقطه الاولى انه هو يكون على اطلاع مع احدث التطورات اللي عم تصير في مجال اختصاصه. النازل تذكر الجامعات ما هي مدارس ثانويه، اذا ما عمل هيك معناتها هو كل سنه عم يعيد نفس السلايدات اللي عم عملها من 5 6 سنين لورا، وبالتالي نحن الطالع عم ياخذ معلومات قديمه غير محدثه، وطالع بيطلع طالبنا غير مناسب لسوق العمل. هي النتيجه النهائيه. طبعا لما تعمل ابحاث انت بتخدم المجتمع، بتطور السي في، السي في بالعكس ما بتطور بالتدريس، فبيجي تحطه كل وقت انا بدرس ماده الاسواق الماليه خلص التشخيص المخبري التشريح بينضاف عليها شيء هاي فرض انتهت. اما كل ما عملت بحث كل ما بيزداد السي في بتطور السي في تمام. تحسين وضع الجامعه، الرانكينج الجامعه، تصنيف الجامعه، طبعا ما اكيد ما حد فكر لما يكتب بحث انه هو راتب على الجامعه فقط، بس هذا من النتائج المهمه للبحث العلمي. الهاي ليفل ريسيرش بده يؤديك لهاي ليفل تيتشنج. انا لو قلت للطالب عندي انت تعرف مفاهيم الكفاءه المسؤوليه اللي ايه بعرفهم 1 2 3 طيب كيف بدي اختبرهم؟ تختبرهم باسلوب كذا وكذا وكذا، لكن كيف حيطبقها بارض الواقع؟ يعني اذا ما انا بايدي طبقت هاي الاساليب وبعرفها وعامل فيها ابحاث ما حيعرفوا كيف يشتغل هالابحاث، ما حاعرف اشرف عليه بمشاريع التخرج. تطلع مشاريع التخرج عباره عن كوبي بيست او مشاريع تخرج خاليه من المحتوى المضمون الصحيح. طبعا لما بيكون ريسيرش عالي بتشجع عندي كريتيكال ثينكينج انجيج ليرنينج، بيكون طالب على درايه احدث الاساليب لاجراء الاختبارات المناسبه، بيكون قادر على قراءه المقاله كما حضر زملائي، عرض نتائج المقاله بشكل صحيح وصولا الى انه يصير يكتب هو المقاله. فهذا كثير مساله كثير هامه كمان. النقطه الثالثه والمهاره او الوظيفه الثالثه اللي بكون فيها هي الجراند كاتشنج والفند ريزنج، انك انت تحول الافكار اللي عندك الى مصاري تجيبها للجامعه. هون كثير مهم سواء تكون فكره اختراع او كان الفكره عباره عن مشروع تكون فيه تقدمه لجهات اقصائيه تجيب مصاري حتى تعمل ابحاث بتعمل المخبر اللي عندك. هاي كل النقاط كثير هامه وهي تقيم عليها اكثر من غيرها. بالمناسبه بانجلترا كنت فيها انا ودرست هنا قال لك انت لازم تكون very excellent او تكون excellent in grant catching, very good in research and good enough in teaching. اهميه التيتشنج هي good enough. هذا التيتشنج اللي انتم بتشوفوه بتتعاملوا معه كل يوم هو good enough. ما هذا بهم الجامعه، هذا بهمكم انتم كطلاب لكن كجامعه ما بيهمه هذا كثير على ارض الواقع. كيف بتطور انا اكاديميا بسوريا؟ طبعا زملائي احسن مني بحكي عن هذا الموضوع. لازم يكون عندك لوكال اند انترناشونال بابليكيشنز، تكون عم ناشر ابحاث في مجلات عالميه. بعد ما صرت انت اخذت دكتوراه وصرت مرتبه مدرس بده يصير انا مرتبه استاذ مساعد بيترقى، لازم تعمل شغله بسيطه كثير، هي سهله كثير. بحسين هي احدى المجلات السوريه المجلات العلمية المحكمة السورية، بتصير بتترقى لأستاذ مساعد، 5 بعده بتصير أستاذ. هي مسألة مو صعبة يعني كثير كثير سهلة مانا صعبة، ونشر المجلات يعني السورية يعني من تجربتي مانا هي مسألة معقدة وبالعكس ميسرة جدا. تعمل إشراف على طلاب ماجستير ودكتوراه،
اربع اشرافات بكفي يعني تشرف عليهم تابعهم معي ما انا كثير بساله مهمه وصعبه، لكن للاسف تيشن كواليتي ما كثير بيهتموا فيه ولا بيهتموا حتى بانك تكون على روتين فرض الجامعه، هذا ما بيدخل بتقييم القائمين على ترقيه في النظام التعليمي. شو مزايا اذا ومساوئ كونك استاذ جامعي؟ ما حطول عليكم سلايدين ثانيه. المزايا انه هي سوشيال ريوردنج، كل الناس تطلع عليه بشكل جيد، استاذ جامعه مصدر محترم، هذا مكانته العلميه والاجتماعيه ممتازه. النقطه الثانيه انه هي لايف لونج تنير، بس تعينت خلاص ما في غير بقرار رئيس وزراء رح تطلع من منصبك، فاذا هو لايف لونج مثل وظيفه الدوله ما حد بغير لك مكانتك. لكن المساوئ انه ما في تقييم مستمر لك، فبتلاقي بتلاقي بعض الاشخاص اللي هم وضعهم التدريسي جيد سيء ما بيعرفوا يدرسوا موجودين وعم تعانوا انتم منه، نحن كمان عم نعاني منهم لكن ما بقدر نعمل شيء. فاينانشالي ما له كثير ريوردينغ، ممكن تكون فاتح مخبر اذا كان طبيب مخبر تحاليل طبيه بدك اكثر ما بصير ما بجيب لك استاذ جامعي. بخلوك طول الوقت مشغول بمهام كثيره منها وضع اسئله امتحانات وتصحيح وغيرها من المهام الاداريه اللي هي مانا ريوردينغ وما بترتاح، تحس حالك انت بالبيت طول الوقت فاتح اللابتوب وقاعد عم تشتغل. طيب هلا نحن نصيحه لكم، مو كل واحد حصل على الدكتوراه هو استاذ جامعي مناسب او استاذ جامعي جيد، بالعكس في كثير حاملين درجه الدكتوراه لكن هم بالحقيقه لا يصلحوا يكونوا يعني استاذ جامعي، لكن باي ديفولت هم صاروا استاذ جامعي. هل انت بدك العلامات العاليه ولا تحسن البروفايل تبعك؟ هاي الدايليما انت لازم تقرر فيها. هل انا بقدر اذا درست كون راند نمبر 1 وبالتالي يصير روح على الطريق هذا، ولا اذا درست مع دراستي ما بوصل، لا خليني انبسط بدراستي وادرس على مهلي وعلى مزوقي وافهم كل شيء بشكل جيد وما اقدم الدوره الاولى وما اقدم الدوره الثانيه واقدم التكميلي بركي يجي الاسئله سهله لحتى طالع مع المعدل اعلى، ممكن تعمل استراتيجياتك المختلفه. بس صار وقت الفصل الصيفي وما عندك مقررات، فانا بنصحكم كلياتكم تركزوا على نواحي الديجيتال سكيلز واللانجوج فورين لانجوج، طوروا قد ما فيكم. بلاي ذا وين وين جيم، يعني هاي انت عندك فكره جيده، عندك فكرة بحثية جيدة، عندك فكرة اختراعية، لحالك ما حتمشي حالك، لحالك ما حتقدر توصل بهاي الفكرة أو بهاي البحثية أو العلمية لنقطة تعطيك ريورد منها. في ناس وجهة نظرهم يا أنا بكون لحالي يا أنا رح أقتل الفكرة ما بدي إياها. أنا برأيي لا، ممكن تكون مع زميلك تقدر تنشر بحث، مع أستاذك ممكن تنشر بحث، ممكن تحول هذا الفكرة لاختراع ويزبط معك. لا تفكر بفكرك بس انت، لا تكون اناني انه يا انا يا اما حالي يا اما انا، لا لما تشارك مع زميلك بتصير له مصلحه يشتغل وينجح البحث، او مع استاذك له مصلحه ينتشر البحث، فبالتالي هون ممكن انت تربح هو يربح، وانت عندك ابلكيشن هو عنده ابلكيشن، فهون فكره كثير لاي مناسبه. المنافسه شديده جدا، يعني على ايامي كانت شديده وهلا ايامكم صارت اشد، لازم الواحد ما يضيع ولا دقيقه من وقته، يا يعني يبدا بالمهارات يا يعني بالمعرفه يا يعني بالدراسه، لانه ما عاد في مجال ابدا الواحد يكون متراخي. تجنب الاخطاء القاتله. الاخطاء القاتله انك انت تكون قطعت المرحله الاولى، جبت علامات عاليه، دخلت تعمل دراسات عليا، اجت الامتحان غشيت. غشيت يعني فصلت من الجامعه. اللي بغش مرحله دراسات عليا يفصل دغري من الجامعه. فبالتالي انت ما عاد في مجال تكمل، راحت عليك. في بعض الاشخاص بيدرسوا بيعمل ماجستير بالاداره بيروح بيكمل الدكتوراه بالمحاسبه ما بيعطوا له اياها وزاره التعليم العالي، وبالتالي ما عاد استفاد من شهادته، ما في يشتغل، ما في استاذ جامعي، ما حقق الحلم تبعه. فهون الكيلينج ميستيكس ارجو انكم تتجنبوها لحتى ما يعني تخسروا الحلم تبعكم. اخر سلايد، بعد ما تصير دكتور او استاذ جامعي يجب ان لا تنسى انه مو كل واحد معه درجه هو استاذ جامعي جيد. تذكر ان الاستاذ الجامعي مجموعه من الخصائص، مجموعه من المهام، ليست مهام واحده، ليس تدريس فقط وليس البحث العلمي فقط، هي كلها لازم تكون ناجح فيهم كلهم. احترم الاثكس، انا هون بدي اركز عليها شوي، الاثكس ما لحد الان عندنا بسوريا ما كثير هذا الموضوع ياخذ حقه كما يجي، الاثكس يعني هي اخلاقيات معي، اخلاقيات المهنه. اخلاقيات المهنه عندك هي موجوده بتدريس، لازم تكون وقت ما بتدرس انت تلتزم باخلاقيات التدريس يلي هي كثير
واللي هي واللي كثير قليل منها انك انت ما تقول انا بعرف كل شيء وانت ما بتعرف غير جزء بسيط، انت ما بتعرف الجواب لا تقول انا بعرف، لا تقول قول لك بلاش ابحث عنه وجاوبكم عنه لاحقا. الريسيرش اخلاقيات البحث العلمي كمان، في بعض الاشخاص بفكر انه طالب بس بدا بالتجربه وبدا بالتجربه مع مجموعه من زملائه في تجربه علميه معينه انه هو ملزم، هي اخلاقيات بالنسبه له، انه هو ملزم يكمل التجربه للاخير. وليس الاخلاقيات انه ياخذ موافقته مسبقا على انه يقوم بالتجربه او لا. في بعض الزملاء حتى في كليه الطب البشري انا اخذت علمي يطلب من الطلاب انه ياخذوا بعض الجرعات ادويه لحتى يختبروه عليهم. بعدين وسع التجربه بروح التقل بيساوي هاي التجربه على ناس اخرين. هذا كان سابقا معروف. هذا مو صح، هذا مو اخلاقيات بحث علمي. اخلاقيات بحث علمي انه الشخص يقوم بالاختبار بموافقته. وإذا حب يكمل أو يحب يكمل هي كمان مسألة ترجع له، فهي مسألة كثير مهمة. التعامل مع الأشخاص مسألة كثير مهمة بالمهنة تبعنا. التعامل مع الأشخاص مسألة كثير مهمة بمهنتنا. الأستاذ الجامعي هو شخص له باور بالإنجليزي، له سيطرة أو مكانة أعلى من الطالب في العملية التعليمية بشكل كامل. فبالتالي لازم يراعي في هذا الموضوع إنه ما يستغل الباور اللي له إما تحقيق مكاسب مالية أو غير مالية. نحن كان لما عملنا دورة تدريب لازم أنت تحافظ من الجفرة، لازم تحافظ على مسافة بينك وبين الطالب، لا سواء كان ذكر أو كان أنثى. ما بصير تكون علاقتك معه يكون في كثير اقتراب بينك وبينه، في مسافة معينة. لازم تراعي الناس اللي مع ديسلكسيا أو غيرها يكون عم يأخذوا المادة العلمية بشكل مناسب. في أخلاقيات تدريس، أخلاقيات بحث، أخلاقيات تعامل لازم تراعيها أنت أستاذ جامعي. البنات زملاء زميلاتنا واخواتنا لازم تكون يعني علاقه اذا ما كنت اب علاقه اخ معهم خلال بحثك او اشرافك على الدراسه. لازم دائما تحافظ على تطوير مهاراتك الرقميه وغير الرقميه لحتى ما تكون انت اوت ديت للناس سبقوك. لازم تقبل انتقاد وتقبل، وهذا الشيء موجود بكل جامعات العالم. ما في عيب انه انا اقول له لزميلي انه تعال احضر لي محاضره وخبرني اذا كان في ملاحظات على اسلوبي بالتدريس او اي شيء لاقيه مو صح عندي تحكي لي. انا حضرت انا اعطيت محاضره وكان اللي يقيم لي هو نائب رئيس الجامعه، فاجى لي انت ما تستخدم ايديك كثير كثير بالشرح، فحاول لما تشرح انه هي فريندلي انفايرمنت، يعني انت بيئه صديقه هاي، يعني لما بينصحك احسن ما تروح على محل ثاني تاخذ انتقاد كثير كبير. فهون بيئه صديقه مو غلط انه تاخذ فيدباك من زملائك. اخيرا اللي هي الاروغانس، ما تكون متعجب ولا متكبر بتعاملك لا مع زملائك ولا مع الطلاب. لا انا برايي مهنتنا تحتاج الى ان تكون انت على علاقه جيده مع الجميع، ورغم هيك ربما يطلع لك اعداء. فانت خليك على علاقه جيده مع الجميع تكسب طلاب وتكسب الاساتذه، ورغم هيك كمان بحكي مره ثانيه انه رح يطلع لك اعداء بشعور انه انت نجاحك هو فشل لهم للاسف. هو لازم يكون نجاح للجميع. وشكرا لاستماعكم.